خليني برضو هقول لك على معلومة شخصية ومعلومة مؤكدة مؤكدة وعلى مسؤوليتي الشخصية. تمام. إن الفترة اللي فاتت محمد صلاح كان هيعلن اعتزاله اللعب الدولي. لا دي مفاجأة دي. أنا لا نوقف عند دي بقى. أنا بقول لك على الهوا أهو. نوقف عند دي أه. وهذا الكلام أمير من كان الأسباب إيه طيب يعني؟ بعض المشاكل اللي كان موجودة الفترة اللي فاتت والخطابات اللي ما زالت متداولة بين الجانبين بين وكيله، هو كان كده هتبقى زي طلقة في الهواء، ولكن لم يتم الإعلان عزا ودي عشان لا تتفاقم. محمد لعيب كبير ونجم كبير، وأنا نفسي يراجع نفسه في بعض الإعلانات على السوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. لازم يكون ليه وقفة، لأن ده نجم كبير وقدوة لكل الشباب، وده اللي بنعتبره قدوة حسنة فعلا.